يعطيكم العافية جميعا، صبحكم الله بالخير. انتهت رحلتنا كذي من هليكانتي ورايحين حاليا الى ملقا، 4 ساعات ونص تقريبا بالسيارة. نوصل ملقا عندنا رحلة الى تركيا ومن تركيا الى الكويت. الحمد لله حققنا 6 ميداليات، مستويات كانت حلوة، بطولة كانت حلوة، تعلمنا منها وايد، استفدنا منها وايد، والقادم افضل. خلينا نشوف شنو الخطة الجاية ان شاء الله، شنو راح نرتب في شغلات جديدة راح نسويها. فبإذن الله الوعد قدام. يعطيكم العافية على وقفتكم معانا، يعطيكم العافية على التشجيع على التعب. ما قصرتوا أمانة، كأنكم معانا هني بالرحلة. شوي ما قدرنا نصور أو نغطي نفس مثلا بطولة البرتغال، بس لأن الوقت كان جدا متعب. البطولة كانت على 3 أيام وبعدها بلشوا المحترفين، فكان تعب شوي. البطولة كانت ثقيلة، ما في نوم ما في كذي، ولكن قادم إن شاء الله راح أرتب شغلات جديدة راح تسهل علينا عملية السفر. هذا كل اللي سويناه، كسبنا منه خبرة، كسبنا منه خبرة، تعلمنا حق المستقبل. أبو ناشي، هلا بالعوش، شو الطريق؟ والله مو طيبة، 5 ساعات طيبة أبد، ماك شيء صار. بس أنا واصل المطار، هلا بدي أشرب هات شكل. اي هلا استانس. وين الشباب هني؟ الشباب داخل، سلمنا السيارة، ربطنا الامور، شلون تكين؟ قهوة. سنيل شنو شربت؟ ايس امريكا. ليش؟ ميديم سايز. شفت انت شربت جاكليت؟ اوه اي لا بيت. مافن؟ كريكري؟ توكيز وكرواسون. ايه قاعد توصلنا اخبارك، خلوه قاعد والله ما شربت. زين اشرب ماي، اشرب ماي قبل الطيارة. ايه يا قبل شوي وصلنا مطار تركيا ترانزيت. الشباب توجه الكويت ان شاء الله، نريح طولة تعب الف ونضبط الامور ان شاء الله حق المستقبل. شوف سويت فينا، شوف الحمد لله السلامة، الحمد لله السلامة. والله العظيم شريت كل الجمعية، كل الجمعية ما خليت الجمعية. ما يصير ما يصير، جنطة كاملة محمل لي بس من هالرايس كيك، ما يصير. الحمد لله السلامة. شنو تقول لي؟ اسبوع ما بيشوفك. انا شهر ما بيشوفك. انت سويت شهر ما بيشوفك. شوف الحظ، اول جنطه جنطتي ولا شيء طلع، لازم تنطر 9 يطلعون جناطة عشان تطلع. طبعا هذا شوف اي مكان ينام، ما اي مكان قطه ينام، اي مكان ما عنده مشكله. حبيبي عبد الله، ما قصرت يا بعد راسي، ما قصرت، الله يعطيك العافيه، الله يسلمك.